يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. البداية من القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والجو فيها حار في الأسكندرية 33-23، والجو أيضا حار في مطروح 32-23، والجو حار في بورسعيد 34-24، والجو حار وفي الإسماعيلية 38-24، والجو أيضا حار. في محافظة السويس درجة الحرارة 37 درجة والصغرى 24، والجو أيضا حار. في العريش 35-23، والجو حار. في طابة 36-26، والجو أيضا حار. وفي شرم الشيخ 39-30، والجو فيها حار. في الغردقة 40-30، والجو شديد الحرارة. في الأقصر 42-29، والجو أيضا شديد الحرارة. وفي أسوان كذلك يتسم الجو بشدة الحرارة، وتشير فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة والصغرى 29، وكذلك في الوادي الجديد 41-25 شديد الحرارة. في شلاتين 39-28، والجو في شلاتين يتميز بأنه حار. وأخيرا في حلايب 36-29، والجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.